سلام أسماء، سبا مرحبا بك في البوت فوكال. لهلا اختك، شكرا. خلو لك لي فان ديالنا بزاف ديال الرسائل، مستعده تجاوبي عليهم؟ مستعد. منين جات الفكره ديال فيلم ستوري؟ ليدي جات من انجيغوم، هو اللي ديما فان ديال لي ريزو سوسيو وما كانش كيفهم اكزاكتومون شنو هما لي ريزو سوسيو. عطا هاد الفكره هادي اللي اختارني انا باش نقدمها. شنو هو لوبجيكتيف ديالك اسماء من هاد لينيسياتيف؟ لوبجيكتيف ديالي ان الناس يعرفوا ان لي ريزو سوسيو ماشي شي حاجه سهله، وكاينين بزاف ديال الحوايج اللي مخبئين في لي ريزو سوسيو اللي الناس ما تيشوفوهمش من على برا. لي ريزو سوسيو ماشي شي حاجه اللي زوينه بزاف، عندها لي كوتي زوينين وعندها لي كوتي خايبين، وان هاد لا بيرسون اللي عايشه في هاد لي ريزو سوسيو حتى هي راه انسان عاديه، يقدروا يكونوا عندها مشاكل، يقدروا يكونوا عندها اي حاجه حتى هي في حياتها. واش نقدروا نقولوا عليك انك تاديتي من السوشيال ميديا؟ الى واش هادشي اللي خلاك ديري هاد الفيلم؟ وديبي منين كنت يلاه بديت كان كيبقى فيا الحال بزاف، لانه كنت كنشوف الناس كيأتاكيوك بدون سبب، الناس كيديروا لك كيحفروا لك بدون سبب، اللي كيبغي يطيح بك. سبحان الله، حنايا عندنا واحد المشكل يمكن في المغرب ولا حتى في الدول العربيه ما عرفتش، حيت انا ما عايشاش بلاصه حتى اخرى باش نعرف، مي في المغرب كنشوف انه العدو للمراه هو المراه. يعني كنشوف انه البنات كيبغيو يطيحوا بعضياتهم، تيطيحوا بينا، تيحطونا في دي جروب ويعايرونا بدون سبب، غير باسكو ما كاينش سبب. ولكن الحمد لله انا جو سوي كلكان دو فورت، دونك ما كنديهاش على هادشي بزاف. اول تجربه ديالك في التمثيل كيف جاتك؟ صعيبه، سي با اون اكسبيريونس سهله. الحاجه اللي صعيبه 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 بزاف في هاد الاكسبيريونس هو انني كنخاصني نمثل الحياه ديالي اللي انا اصلا كنديرها كل نهار، ماشي شي حاجه سهله كاع كاع كاع. كنشوفوك في لافيش ديال الفيلم كتبكي، واش ليستوار ديال هاد الفيلم تريست؟ يمكن تكون شويه تريست، ولكن يا دو تو، يا دو لا تريستيس، يا دو ليموسيون، كاين الضحك، كاين النشاط، كاين فريمون كلشي. الفيلم تصور بالتليفون، كيف درتو ليه؟ الفكره ديال جيروم فكره زوينه بزاف، ولكن التنفيذ ديالها كان صعيب بزاف بزاف بزاف، كان صعيب على ليكيب، كان صعيب على البروجيكتور، كان صعيب على لي زاكتور اللي كانوا منهم حنايا. سي ان غران 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 تشالنج. شكون هما الناس اللي عاونوك في هذا البروجي هذا؟ بيان سور لا بيرسون اللي عاونتني جيروم، كان الي انكرويابل فريمون، كان كيعاوني بزاف اوسي باش ندخل في البيرسوناج. دي فوا كان خاصو يمثل ليا واحد الحاجه باش حتى انا نعرف ندخل في ديك الاحساس اللي هو باغيني نعطي. حكيم ايمان في لابواط دو برود، ليلى لا ميك اب ارتست، لاميا لا ستيليست، ليكيب لا فيريتي كانت كبيره، مي لي تيت اللي كانوا فريمون حدايا هما هادو. ضروري ما يكونوا شي بلانات توقعوا لكم وانتم كتصوروا، عاودي لينا شي حاجه. كانت معنا واحد لاكتريس جو بونس دخلت في الدور بزاف، كان خاصها تصور واحد لا بارتي شويه صعيبه، كانت دايره بحال هكا غير اللي يهضر معاها كتشعل معاه. اي انا جيتي بارمي ديك لي بيرسون اللي شعلات معايا ودارت معايا قصه ودبزات معايا في التغناج. اي منين جبداتني ودبس معاها ندمات وجات قالت لي الله يسامح سمحت لها. الفرنسي كانت حاضره بزاف اكثر من الدارجه في الفيلم، علاش؟ هو صراحه سيتي ان ميلونج، كان داكشي مخلط، كاين حتى لونجلي، وحنايا في الحياه ديالنا الطبيعيه كم مغاربه كنهضروا بالفرنسي مع العربيه، يعني كنخلطوا الهضره ديالنا شويه ديال لونجلي شويه ديال العربيه شويه ديال داكشي مخلط. واش عمر شي فان دارت لك شي حاجه اللي فريمون جاتك بيزار؟ واحد النهار جاني ان ميساج في لاباج ديالي فيسبوك، سلام هدى، كي دايره لاباس عليك، غبرتي، مالك، شنو طرالك؟ جيت انا قلت لها حبيبه انا ما سميتيش هدى، انا سميتي اسماء. بقات كتصيفط لي تصاوري، كتصيفط لي كونفرساسيون واتساب، قلت لها حبيبه هادو التصاور ديالي ولكن هاد السميه ماشي ديالي. واحد البنت فان ديالي سميتها هدى، ودايوغ كنت هضرت معاها، واحد النهار غبرت عليها وهذيك صديقه ديالها اوتوماتيكمون بقات كتقلب، طلع ليها لو بروفيل ديالي بالتصاور، قالت كيفاش هادي عندها سميه وحده اخرى. اي كانت دخلت معاها في شي حاجه اللي فريمون طلبت منها الفلوس ولا شي حاجه بحال هكا، وانا نتفكر كانت عندي واحد الفان ديالي اللي تي ماشي فان اللي تي اوبسيدي. قلت ليها اخر مره نعاود نسمع شي حاجه بحال هكا سينو راه غنمشي عند البوليس. شنو اللي صعيب في الحياه ديال الانفلونسوز؟ اللي صعيب في الحياه ديال الانفلونسوز هو انه هو انه دي فوا بحال دابا حنايا كنكونوا
طلع لي ندم، ما فينا ما نهضروا، ما فينا ما نضحكوا، ما فينا ما نديروا، اي خاصنا ناخذوا التليفون باسكو كيكونوا عندنا دي كونطرا، كيكونوا عندنا خدمه، كيكونوا هذا، خاصنا ناخذوا التليفون وخاصنا نرسموا ديك الابتسامه ونضحكوا بحال اللي ما كاين حتى شي حاجه. ما غنشوفوكش نهار فشي تيلي رياليتي. التيلي رياليتي لا، حنايا عايشين في الفيك ونزيدوا بنزيد بين تيلي رياليتي اللي هي اصلا فيك. ايوا شنو هما لي بروجي اللي جايين؟ لي بروجي جي ديجا اي با مال دو بروبوزيسيون غير من تريلر. عندي دي بروجي بيرسونيل اللي غايجيو باسكو كنبغي نخدم. لي بروجي في لا تيلي جي با مال دو بروبوزيسيون، مي بالنسبه لدابا مازال ما اكدت حتى شي حاجه.